أمنت دقهلية تجري حركة تنقلات محدودة واستحداث قسم شرطة في المنزلة. اعتمد اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية يوم الأحد الماضي حركة تنقلات محدودة لمأموري بعض المراكز والأقسام ورؤساء المباحث، وخاصة في منطقة شمال الدقهلية، وأضاف أيضا إلى استحداث قسم شرطة جديد في مدينة المنزلة الذي يعمل بجانب مركز شرطة المنزلة الحالي. ضمت حركة التنقلات نقل العقيد محمد أبو بكر حسان مأمورا لقسم شرطة الكردي بعد أن كان نائبا لمأمور مركز شرطة مينية النصر، والعميد محمد الشحات مأمورا لقسم شرطة المنزلة. كما تم نقل الرائد أحمد فتحي صالح رئيسا لمباحث مركز شرطة المنزلة، والرائد محمد منصور رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة، والرائد أحمد ثروت رئيسا لمباحث 100 سلسيل، والرائد محمد فتحي رئيسا لمباحث مينية النصر.